والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
فوق صوت الناس
فلا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فتبينوا أن
صدق الله العظيم.